تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتبط الزواج بها بتطبيق صلح الحديبية. وأسماها رسول الله عليه الصلاة والسلام ميمونة، تيمنا بفتح مكة التي كان يأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري صلحا وهداية لا قتالا وحربا. إنها ميمونة بنت الحارث التي قيل إنها وهبت نفسها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لتكون آخر أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. هي برة بنت الحارث بن جبير العامرية الهلالية، إحدى الأخوات التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمهات المؤمنات، فقد كانت على دين الإسلام في مكة المكرمة فيما كانت الدولة الإسلامية تبنى وتترسخ في المدينة المنورة. وحين انتصر المسلمون بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود في معركة خيبر في السنة 7 للهجرة، كانت ما تزال في مكة زوجة لمسعود بن عمرو الذي عاد إلى بيته عندما علم بمعركة خيبر مهموما. فيما أظهرت هي الفرح والاستبشار بانتصار المسلمين، فاحتد الخلاف بينهما ثم طلقها، فخرجت من عنده إلى بيت شقيقتها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتظر قدرا عظيما حملته إليها عودة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع صحبه لقضاء العمرة تنفيذا لاتفاق صلح الحديبية. ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة من السنة 6 للهجرة مع المئات من المهاجرين والأنصار يريد مكة معتمرا، وساق معه الهدي وأحرم ليؤكد للمتربصين به أنه ما جاء لحرب. لكن قريشا أبت دخوله قائلة باستكبار: والله لا يدخلها عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك عن العرب. وبعد مفاوضات طويلة تعنتت فيها قريش، جرى الاتفاق على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من عامه فلا يدخل مكة، على أن يعود العام القادم فيدخل مكة ويقيم بها المسلمون 3 أيام ومعهم سلاح الراكب بعد أن تخرج منها قريش. وقد نص صلح الحديبية على هدنة لمدة 10 سنوات بين الطرفين،
وعلى أن يسمح لمن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده أن يدخل فيه. وهكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 7 للهجرة كي يدخل مكة مع أصحابه معتمرا. وكانت هذه العودة تخبئ للسيدة ميمونة تحولا جديدا وكبيرا في مسار حياتها. وفيما كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفر من المسلمين يؤدون مناسك العمرة في مكة المكرمة ويطوفون بالكعبة ملبين مرددين الدعاء، كانت ميمونة رضي الله عنها تعرض أمرها على أختها أم الفضل وتبدي رغبتها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلت أم الفضل الأمر إلى زوجها العباس بن عبد المطلب الذي جاء إلى ابن أخيه وعرض عليه الأمر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل جعفر بن أبي طالب يخطبها، وكان اسمها برة، ثم سماها ميمونة تيمنا بها من أجل فتح مكة. وعندما انقضت الأيام الثلاثة التي نص عليها صلح الحديبية أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تستعجله الخروج من مكة قائلين: يا محمد اخرج عنا، فاليوم آخر شرطك. وحاول النبي أن يستمهلهم قائلا: ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، وكان يأمل من ذلك أن تمتد جسور الحوار بينه وبين قريش لعل الله يهديهم إلى الحق. لكن قريشا ردت بغلظة: لا حاجة بنا إلى طعامك، فاخرج عنا. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ملتزما بالعهد وشروطه، وحمل معه زوجته الجديدة ميمونة التي بنى بها في منطقة خارج مكة على الطريق بين مكة والمدينة يقال لها وادي سرف، فكانت آخر أمهات المؤمنين التي تدخل البيت النبوي الشريف. وعاشت ميمونة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، لكن ذكرى اللحظة التي جمعتها بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أضحت زوجته على الطريق الطويل بين مكة والمدينة بقيت حية في ذاكرتها، ولهذا أوصت أن تدفن في تلك البقعة في وادي سرف، حيث يعرف قبرها هناك حتى اليوم. وقد توفيت ميمونة بنت الحارث آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في السنة 51 للهجرة على الأرجح، وقيل
إنها كانت على أبواب الثمانين. هي جارية مصرية جاءت من بلاد بعيدة، أنزلها النبي منزلة زوجاته، فكانت مما ملكت يمينه. لم تحظ بشرف لقب أم المؤمنين، لكنها حظيت بشرف أمومتها لواحد من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت أم إبراهيم، وكانت الزوجة الصالحة التي أسلمت قلبها لله مارية القبطية. آخر السنة السادسة للهجرة، وبعد أن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، أرسل رسله إلى ملوك وحكام العالم آنذاك يدعوهم وشعوبهم إلى الإسلام. وكان من بين هؤلاء المقوقس عظيم القبط في مصر، والذي كان يتخذ من الإسكندرية مقرا له، حيث أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. لم يستجب المقوقس لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اعتناق الإسلام هو وقومه، لكنه استقبل مبعوث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، وأكرم وفادته، ثم دعا بكاتبه فأملى عليه رده: أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه مما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم، وكسوة ومطية لتركبها، والسلام عليك. وقد حمل المقوقس الحاطب بن أبي بلتعة رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليه الهدايا النفيسة التي كان من بينها جاريتان قبطيتان هما مارية وأختها سيرين. ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي
وأم مسيحية رومية في إحدى قرى صعيد مصر، وكانت قد انتقلت في مطلع شبابها مع أختها إلى قصر المقوقس قبل أن تقطعا الطريق الطويلة من بلادهما إلى المدينة المنورة في أرض العرب. وفي تلك الطريق الطويلة التي امتلأت بوحشة فراق الأهل والوطن، في عيني الجاريتين أقبل حاطب بن أبي بلتعة رسول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الجاريتين عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسالة الهدى ودين الحق التي جاء بها، حتى ملأ نور الإسلام قلبهما. ولهذا لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهما الإسلام حتى أسلمتا. وقد أهدى الرسول سيرين لشاعره حسان بن ثابت فتزوجها وأنجب منها. أما ماريا فقد احتفظ بها لنفسه ووطئها بملك اليمين. لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا في حجرات النبي، بل أنزلها بمنزل لحارث بن النعمان الأنصاري قرب المسجد النبوي الشريف. وطار النبأ إلى دور النبي صلى الله عليه وسلم أن شابة مصرية جميلة جعيدة الشعر جذابة الملامح قد جاءت من أرض النيل هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن كثرة تردده عليها وما أثاره ذلك من غيرة زوجاته جعلته يبني لها دارا بالعالية في شرق المدينة المنورة. وقد جاء في رواية للواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا، وحولها إلى مال له بالعالية، ووهب أختها سيرين حسان بن ثابت. وقد عاشت ماريا سعيدة بحظوتها لدى سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شملها بعطفه ورعايته حتى عوضها غربة الأهل والوطن. وفي العام الثاني من وجودها في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بوادر الحمل على مارية القبطية، وقد كتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الأمر، ثم أفضت به إلى أختها سيرين قبل أن تنقل البشرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي وجد فيه عزاء بعد فقد ابنته زينب ومن قبلها رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. روى ابن سعد من طريق الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب ماريا وكانت قد ثقلت على نسائه
وغرنا عليها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسهر على راحة ماريا ويرعاها ويعنى بها حتى حانت ساعة الوضع في ذي الحجة من السنة 8 للهجرة، وقد دعا قابلتها سلمة زوجة أبي رافع، ثم انتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو. فلما جاءته أم رافع بالبشرى أكرمها كل الإكرام، وخف إلى ماريا فهنأها بولدها الذي أعتقها من الرق. وعندما حمل وليده بين يديه اغتبط به وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء عليه السلام. وتصدق صلى الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ذهبا، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي لما يعلمون من هواه فيها، فاختار مرضع ولده وجعل في حيازتها رأسا من الماعز كي ترضعه بلبنها إذا شح ثديها. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب نمو ولده إبراهيم ويجد فيه أنسه ومسرته مثلما وجدت فيه مارية رضي الله عنها مبلغ مناها. وكان صلى الله عليه وسلم يزور إبراهيم حيث أسكن أمه، فيكون عندهما ساعة من الزمن يناغيه ويداعبه ويسبغ عليه مشاعر الألفة والحنان. لكن سعادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسعادة الأم التي أعتقها وليدها لم تطل، فما هو سوى عام وبعض العام حتى مرض إبراهيم، فجزعت ماريا ودعت إليه أختها سيرين، وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضاه. وجاء أبوه محمد صلى الله عليه وسلم فحمله وهو يجود بنفسه، ووضعه في حجره محزون القلب، وكان يقول في أسى وتسليم: إن يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ثم ذرفت عيناه الشريفتان وهو يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة احتضاره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي رواية أخرى: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ثم فارق إبراهيم الحياة في السنة 10 للهجرة، لعشر خلون من شهر ربيع الأول، وحمل على سرير صغير، وصلى عليه أبوه صلى الله عليه وسلم
وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى مدافن البقيع في المدينة المنورة وأضجعه بيديه في قبره. وآب المشيعون واجمين وقد غام الأفق وانكسفت الشمس، فقال قائلون: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وبلغت الكلمة مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس صلاة الكسوف وخطب فيهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. كان نصيب مارية بعد وفاة ابنها إبراهيم المزيد من العطف والرعاية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أفاض عليها من رحمته ورقة قلبه، فما عاملها إلا معاملة الرفق والإحسان. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، وبعد عام من وفاة ابنه إبراهيم، فقد عاشت مارية القبطية رضي الله عنها في عزلة عن الناس لمدة 5 سنوات، ولم تكد تلتقي سوى شقيقتها سيرين زوجة حسان بن ثابت، ولم تكن تخرج إلا لكي تزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قبر ولدها إبراهيم. وعندما توفيت 16 للهجرة، أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشد الناس لجنازتها، حتى صلى عليها المسلمون ودفنت بمدافن البقيع في المدينة المنورة مع سائر أمهات المؤمنين.